السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم أعزائي طلبة في محاضرة جديدة، وهذا تمرين جدا بسيط. عندك أفعال ننزلهم جوا حسب المعنى، راح عندنا أفعال راح ننزلهم حسب المعنى أني وياكم. طبعا الأولى هو قايل I suggest، أنا أقترح I suggest، يعني أنا أحاول تحفظهم حفظ ما بين أي شيء عادي. رقم اثنين راح أصير I promise، I promise I will not tell anybody what you said. أنا ما راح أقول لأي شخص اللي قلته. طبعا هذا هو من المعنى، هذا هو اقتراح، يعني أنا أو يعني عفوا لا مو اقتراح، يعني أنا دا أقول لشخص أقول له أنا ما راح أقول هذا الكلام لأي شخص. إذن هذا شنو يعني؟ هذا promise، هذا وعد. شوف الجملة الأولى، السيد لن يحضر المكتب اليوم، لذلك أنا أقترح I suggest. شوف المعنى يحكمك هنا. إذا الجملة الأولى I suggest أقترح، يعني لأنه هو معنى، يعني المعنى اقتراح. الجملة الثانية ما راح أقول لأي شخص، هذا هو يعني وعد promise. رقم ثلاثة I insist you must let me pay for the meal، يعني خليني أدفع، إحنا بالوجبة، لا 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 لازم أنا أدفع لك المبلغ، يعني أنا أصر. إذا هذا إصرار، يعني هذا إصرار، يعني هو هذا كله مضارع بسيط، يعني كل هذه الكلمات تجي مع المضارع البسيط. وعدنا I apologize. رقم أربعة I apologize for what I did، أنا أعتذر للشيء اللي أنا سويته. طبعا for what I did دائما apologize وجوارها for، apologize دائما جوارها for، فمن يشوف الفور تجي apologize، إذا اختارت ال apologize فتجي وراها الفور، يعني من شلون تراكب اللي يجي سويه. خمسة I recommended the new restaurant in Hill Street is very good، هذا المطعم اللي مفتح جديد طبعا كلش راقي بكذا مكان، بيش مكان يعني بهذا الشارع، يعني يعني بما انه هو مكان زين ف I recommend يعني انا اوصي، اذا هذه توصية. اذا هنا اخوان اللي يحكمنا هو المعنى، the meaning we depend on the meaning to solve this exercise. إن شاء الله استفدتم من هذا الفيديو، أتمنى تشترك بالقناة وتنشر هذه الروابط إلى زملائك الطلبة حتى يستفادون. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.